آمين آمين يا رب العالمين. شيخ شكري، أيضا هناك أمر لافت، وهو قرار بريطاني بمنع السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة بعد أن هدد بحرق نسخة من المصحف في ويكفيلد. كيف ترى هذا القرار اليوم؟ لا شك بأنه قرار قد أصاب، وقرار حقيقة فيه من العقلانية وفيه من المحافظة على الانسجام وعلى أمن البلاد. البريطانيون أذكياء، ليسوا كغيره من بقية الدول، خاصة فرنسا معروفة بسياسة الغباء وسياسة الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين. بريطانيا صحيح دولة فيها نوع من، اسمحني استعمل هذه، من المكر السياسي ومن الخديعة السياسية، إلا أنه قرار حقيقة. نحن رحبنا بهذا القرار، ونود من بقية الدول الأوروبية أن تنسج على مال بريطانيا للحفاظ على مشاعر المسلمين، وكذلك لدرء هذه المفسدة ولتجنب الفوضى وبعض الصراعات الأخرى الفكرية والثقافية والعقدية. هذا قرار حقيقة نحن نرحب به، وندعو كما قلت الدول الأوروبية الأخرى أن تنسج على منوال بريطانيا، لأن هذه الحركات وهذه الأفعال العنصرية الحقيقة لا تخدم المجتمعات، وإنما هي كما قلنا هي باب للفوضى وباب حتى للتطرف. لذلك إذا أنت تريد تتهم المسلمين بالتطرف، هذه الأفعال إنما هي تنمي وتغذي التشدد وربما ما يسمى بالتطرف، وتكون ردود فعل لا ندري عواقبها، وغالبا ما تكون عواقبها وخيمة على المجتمع الأوروبي عموما. نعم، وصلت فكرة، أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ شكري الماجولي الإمام والداعية الإسلامي، كنت معي من لندن، ومرة أخرى كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر.